حاضر. اي مكان. واحد ولا ايه؟ استنى. هو ما تيجي تقول 3-2-1 جهزت؟ طب ما تيجي معانا. طيب لا احنا هنصورك انت بس. احنا هنصورك. هنصورك انت بس. قولي لي. شايفها معانا والله. تلاتة. لازم خط. تلاتة. تلاتة 2-1 اجيلك. عايزة اقول كل سنة وانتم طيبين. كل سنة شعب مصر طيب. الله يرحم شهدائنا. كل الشهداء بلا استثناء. عايز اقول كمان على وجه الخصوص بالنسبة لي انا الله يرحمه احمد صالح اللي كان معايا في محمد محمود الله يرحمه. بقول للاهل كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله ربنا يصبركم كل اهل الشهداء. عايز اقول ان شاء الله السنه الجايه تبقى مصر دوله مش بعيده، هنقول بدايه الطريق لدوله عظمى ان شاء الله باذن الله مش بعيده علينا. ان شاء الله شعبنا يبقى مثقف سياسيا السنه الجايه ويعرف يختار كويس في الانتخابات ان شاء الله اللي جايه. ان شاء الله يبقى شعبنا يبقى متطور علميا ومتطور ثقافيا اكتر ان شاء الله السنه اللي جايه. يا رب مصر تبقى بخير وشعبها بخير. يا رب الحكام اياهم يروحوا عشان كفايه، يعني انتوا خدتوا حاجات جديده. فيا رب يا رب يتقبل مننا. يا رب اي واحد ما عندوش ضمير وقاعد في منصب يتقي ربنا يا رب. بلاش حتى يتوب، يعني هو مش عارف يتوب بينك وبين ربنا، بس على الاقل يسيب المنصب. يعني مش هسيبك اقول لك والنبي توب، يعني انت حاضر يا باشا تتوب خلاص، بس يسيب لنا المنصب لو سمحت. الواحد نضيف ايا كان المنصب، انا بتكلم عموما من اول الرئاسه لحد الموظف الارشيف في اقل حاجه، يعني كل البناص بما فيهم طبعا المجلس والدنيا كلها. عايز اقول كل سنه والدنيا كلها طيبين. كل سنه شباب الثوره طيبه. كل سنه ومدان التحرير طيب ومدان الاربعين طيب في السويس. اهل السويس الكرمة البواسل واسكندريه كل سنه وبورسعيد كويسه. وان شاء الله يا بورسعيديه هتبقوا احسن واحسن. ويا سوايس ان شاء الله تبقى احسن. وشعب مصر كله هيبقى احسن واحسن. وان شاء الله المنوفيه هتطلع ناس نضيفه المره دي، وان هتطلع احمد عز وكمال الشاذلي. لا ان شاء الله المنوفيه يا رب تطلع لنا علماء وتطلع لنا احمد زويل من جديد. يا رب ان شاء الله مصر تبقى بخير. كل سنه وشعب مصر وكلكم طيبين والامه العربيه طيبه ان شاء الله. كل سنه وانت طيب والف خير وتقوم بالسلامه. الله يخليك. شكرا.